انا صح راني مقلق بزاف منها ونوصل. مانيش نقول لك صفق للرئيس ولا صفق للوالي ولا دافع على بلادك. كيفاه اليوم انا نمشي نبيع البلاد يا سيدي؟ قاره فيها الظلم وراها ناقصه الامور، ولكن بلادي الشتاء ما فيه لا طرد ولا هزم. النيميريزاسيون تندار ان شاء الله بالاراده ولا بالقوه. من يعمل مثقال ذره ان شاء الله نراه. انا عدوي الحالي هو عدم التنميه، حق نقابي مضمون دستوريا. قبل رمضان تدي الناس كاع الزياده تاعها، ارواح اللي نقدوها ماهوش شي بسيط. اقل شي ممكن يعطيه لهم رئيس الجمهوريه هو وسام الاستحقاق.